جيت اختبارات عادي هنا ونجحت فيها من اول لمسه، يعني مش من اول حتى تجربه. لعبت لعبه واحده بس الناس كره فيها مره واحده، كان في الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين اخذني في اليوم دوت وسجلني، وتاني يوم لعبت مباراه مع فريق 15، كان عندي ساعتها حوالي 13 سنه تقريبا او 14. في مباراه كانت بالنسبه لي كانت نقطه بدايه، ماتش اهلي وزمالك تحت 16 سنه، فوزنا يوم 4-3 بعد ما كنا مغلوبين 2-0 الشوط الاول، وانا وفقت يومها وجبت هدفين. الماتش ده عمل لي يعني شهره كويسه جدا، ويعني طلعت من هذه المباراه على الفريق الاول على طول. والجيل بتاعي طبعا بصراحه كان من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ مصر والنادي الاهلي، ليس تحيزا، ومش بس جيل النادي الاهلي، لا كل الاجيال اللي كانت في الانديه الاخرى كانت اجيال عاليه جدا، كانت فيها مواهب كثيره قوي. بالنسبه للجيل بتاعنا كانت الكوره في الوقت ده يعني تقدر تقول جيل الستينات بيقدر خلاص بيشطب او بيخلص لعب وبيبدا جيل السبعينات، فاحنا لحسن حظنا كان جيل يعني اعماره متقاربه جدا، وكان فيه مواهب عده كتيره جدا. لما بدا الدوري العام 71 كنا احنا يعني لسه بنكتسب الخبرات. دوري 73 كنا خلاص بدأنا نبقى فريق تقيل، بدأ يبقى عنده خبرات وعنده طموحات كبيرة. وأعتقد إن في حاجة يمكن النادي الأهلي عملها في الوقت ده بالتحديد الكابتن صالح الله يرحمه، إنه عمل نظام إداري جديد في وقت كانت الأندية لسه ما فكرتش تعمل إيه لما ترجع الكورة مرة تانية. النظام الإداري ده أعتقد إنه كان سبب مباشر في إن النادي الأهلي يحتكر كل البطولات من ذلك التاريخ حتى الآن، لأنه عمل لنا نظام بالنسبة لكرة القدم وفصل كرة القدم تماما عن مجلس إدارات، وبالتالي كان في نوع من التخصص، وده عمل سمة جديدة للنادي الأهلي. الأندية فيما بعد خدت هذه اللوائح واشتغلت بيها حتى الآن برضه، ومع الوقت طبعا كان بيتطور. أعتقد إن الجيل بتاعنا كان يعني جيل محظوظ بوجود هيديكوتي، لأن هيديكوتي لما جه طور كتير قوي مفاهيم، خاصة المفاهيم البدنية. يعني كنا بنتمرن في الأسبوع مثلا حوالي 5 ساعات مثلا أو 6 ساعات، لما جه هيديكوتي خلاهم 14 ساعة في الأسبوع، فكان فرق كبير قوي في المستوى البدني. طور من المفهوم التكتيكي، بل بالعكس يمكن أدخل المفهوم التكتيكي يمكن في مصر كلها من خلال فريق النادي الأهلي. طور شكل التسكين قبل المباريات، النظام نفسه في التدريب، أمور كثيرة جدا جدا كنا احنا سباقين فيها من خلال مستر كوتي. الفرقة طبعا كسبنا 7 دوري في الفترة من 73 بعد المحلة ما كسبت 72-73. احنا كسبنا الدوري لغاية يمكن الفترة بتاعت اوائل الثمانينات. بالنسبة لي انا يعني 7 سنين تقريبا خدنا فيهم دوري، وخدنا حوالي 3 كاس او 4 كاس. طبعا انا يعني اعتقد ان الجيل ده الفترة الطويلة اللي هو قضاها وعمل فيها انجازات ادت فرصة لمواهب كثيرة جدا ان هي تبتدي تطلع مطمئنة مستريحة مش مستعجلين عليها، فظهر بقى كل سنه بيطلع 2-3 من نجوم كبار، يعني اصبحوا فيما بعد نجوم كبار قوي. فزي مجدي عبد الغني وزي خالد جدالله وزي وحسام البدري وعلاء عبد الصادق وربيع ياسين، يعني صعب قوي ان انا افتكرهم كلهم، انما كلهم وعلاء ميهوب كلهم طلعوا تباعا من خلال وجود تيم قوي جدا، فبدأ يبقى من السهل انك انت تطعمه بنجم صغير يلعب سنة او سنتين عقبال ما يبقى ياخد حقه في النجومية. اعتقد ان يعني الجيل بتاعنا اثر كتير قوي في تاريخ النادي الاهلي، واثر كتير قوي في الناس، لان كان في الناحية الجمالية كانت موجودة في الوقت ده اكتر من الاعتماد على الجانب البدني فقط، زائد ان بدأنا نلعب بشكل تكتيكي ما كانش موجود برضو قبل كده، كان في نوع من
العفوية، مش عايز أقول عشوائية، لأن كان في مواهب الحقيقة كانت هي اللي بتفرض شكل الأداء الجمالي. في الآخر أنا أعتقد أن يعني كنت بعتبر نفسي محظوظ أن أنا موجود مع هذا الجيل. مبادئ النادي الأهلي، يعني كلمة مبادئ نفسها بتبقى كلمة مرادفة لعملية القيم. الإنسان مش ممكن يعيش من غير قيم، خاصة إذا كان بيسعى للنجاح أو بيسعى للتطور أو بيسعى للفوز. من غير قيم بيبقى صعب جدا. الرياضي بيحتاج لقيم كثيرة قوي، منها الانتماء، منها الإخلاص، منها إحساس بالمسؤولية، منها الانتماء لجماهير عريضة جدا، منها إحساسه بالتغطية الإعلامية اللي بتحدث، والضغط الإعلامي بيحدث للنجم أيا كان، منها التاريخ بتاع النادي الأهلي نفسه. فكل دي بتفرض قيم معينة اللي عايز ينجح في النادي الأهلي لازم يعني يبقى بيشتغل بيها. أتمنى طبعا أن التاريخ زي ما بيذكر الماضي اللي احنا بنفتخر بيه ده، أن احنا نحافظ على المعدلات دي، لأن دي أصعب كتير جدا. وإحنا دخلنا في القرن الثاني بالنسبة لنا بعد القرن اللي احنا كسبناه القرن الماضي، أعتقد أن مسؤوليتنا بقت أكبر، المستوى الطموح كبر جدا، مستوى الصعوبات بيزداد، الرؤية في التعامل مع الرياضة وكرة القدم بالتحديد بقت خلاص لن تعد محلية ولا قارية، بقت النهاردة موجودة على مستوى العالم كله. الأفاق اللي اتفتحت النهاردة بالنسبة للاعب المصري بشكل عام ولعيبة النادي الأهلي بشكل خاص في عمليات الاحتراف الخارجي، أعتقد أن ديت برضو المفروض أنها تساعد مع الفكر الجديد العصري اللي احنا عايشينه بالنسبة للرياضة والعلوم الرياضية والمفاهيم والمواثيق واللوائح والقوانين. أعتقد أن كل دوت يدفعنا أن احنا ننقل النادي الأهلي نقلة نوعية عالمية.